الرياضة في هواء الطلق، مجموعة من الآلات لاستخدام العضلات. الهواء الطلق يعني في الحديقة، ماشي في القاعة مخصصة ولا شي حاجة. يعني أي واحد يجي يقدر يدير هنا الرياضة ديالو مجانا. الهواء الطلق بيبليك، عام على كلش، ثم فضاء خاص بالأطفال الصغار فاش يلعبوا، فاش ينقزوا، يتحركوا حتى هما. يعني لكل حق حقه. هذه هي البنية التحتية اللي محتاجين لها. حديقة عمومية وفي كل بلاصة مخصصة للناس، الأطفال، الشيوخ، الشباب اللي كيراجعو الدروس ديالهم عن طريق الإنترنت، ولا كيجيو يمارسوا الرياضة ديالهم المفضلة هنايا، أو فقط ياخد وقت كيت من الراحة باش ينشق الهواء الطلق. على العلم في هاد اللحظة هادي كتفرض شي شوية ديال الشتا، شيء اللي يجعل الناس ما كاينينش، ما موجودينش. وزائد نحن الآن في قريبين الأذان ديال الفطور، وخا هنا إسبانيا غالبا ما تيفطروش لأنها دولة مسيحية، فقط للناس المهاجرين والأجانب، أجانب المسلمين من بينهم المغاربة. وهذه مطاعم تاهي في الهواء الطلق، اللي بغى يجيب ماكلته هنا ياكل ويشرب ويتمتع بالجو. وهذا الشيء اللي كنشوفوه كنوجدوه في أي أحياء، يعني في كل حي إلا كتوجد هاد البنية التحتية موفرة على حدائق وملاعب وقاعات. يعني تلاجي نقرب شي شوية، كاين واحد كتابة صغيرة للدراري إلا بغاو يجبدو كتيبات منها باش يقراو ويردوهم لبلاصتهم. هاي خزانة صغيرة تا هي دايرينها هنايا باش اللي بغا يطالع ويراجع، يعني عنده الحق في اي مجال ثقافي ولا الرياضة في اي مجال. ثم المياه، شرب الماء صالح للشرب، يعني دون ما مشيت تقلب عليه في شي بلاصة ولا تشري الحانوت. والسلات مهملات، الشيء يعني منظم كما قلت، بأن هذه الأمور هذه موفرة عليها في كل حومة، في كل حي عنده محلات ديالو الخاصة والفضاءات اللي كيدوز فيها الوقت. هذه الحومة اللي أنا ساكن فيها حتى هي كذلك كتعرف فضاء خاص بالأطفال، ويعني فين يجلس الناس، فين يلعبوا الأطفال. حديقة عمومية من ضمنها فضاء خاص بالأطفال، هذه دائما ضرورية في كل حومة، في كل حي، إلا وتجد فيه حدائق مخصصة للأطفال ضروري. ثم ملاعب صغيرة بينها كرة السلة، يعني هذه هي كل واحد وهوية ديالوه. فما مهتمين بهذا البرنامج داخل في إطار البنية التحتية اللي ضروري تكون حديقة عمومية في أي حي أو ما بين غير جزء نقي. هذا هو الشيء الجميل في هذه البلاد، اهتمام بالمدينة بما فيها النظافة شيء كبير.
النظافه كتلعب دور كبير في هذه المدينه، ماشي غير في المدينه اللي ساكن فيها بل كاع جميع المدن ديال الاسبان. كما كنشاهدوا باركينات خاصه بالسيارات بدون حراس بدون حتى شي حاجه، ما كيحرسهم حتى شي حد، كيخلصوا عليهم والو. الحاويات ديال الازبال حتى هي ضروريه تكون في اي زنقه بكثره. مازال يعني المسافه بيناتهم والو، كنوجدوا حاويات الازبال متوفره في كل بلاصه. كل سنسور خاص اللي في الحومة باش يطلعوا للفوق عوض ما يطلعوا من الدروج، بالنسبة للعجزة والناس الكبار أو اللي غادي بشي كروسة ديال الدراري ديالو. هذه العمارة اللي جينا ساكن فيها في هذه الحومة.